سويا وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثوى عظم اللهم قبره الكريم بعرف شبيب من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وظهر عند ولادته خالق غرائب غيبيه إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه أزيلت السماء حفظا ورد عنها المردة وذهبت نفوس الشيطانية ورجمت وجوه نيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم وربا وخرج معه نور نضاءته قصور الشام القيصرية فرآها من ببقاع مكة داره ومضنا وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروي الذي رفع شروان سمته وسوى وسقط على عشرة شرفات العلوية وكسر القيصر يوم ما أصاب الغرار وخمدت النيران المعبودة الممالك الفارسية لتضوع بدر المدير إشراق محية وظلت قعرة سارة وكانت بينها مذان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كان فواكب مرجية الثجاج ينابيع هاتي كالمياه وفاض هذه السماء وتوهي مفالق في بلد وبنية لم يكن بها قبل يرطع وكان ولده صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في العاصمة المكية والبلد الذي لا يؤذى شعر ولا اختلاف له واختلف بعام الولادة وفي شهر يوم يومي على قول وعلماء مغيرية والراجع أن الخير من ذكرك وشوش الأعوام عن الفيل الذي صلى الله عليه الحرم وحماه